أقيم معرض فنانات الكويت في مدينة فلورنس الإيطالية، ثاني وآخر محطاته في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه سفارة الكويت في إيطاليا. شنو قلت؟ بنات الكويت صح؟ أي يا حلوهم. وجاء هذا المعرض ضمن امتداد فعاليات الأسبوع الثقافي اللي تنظمه سفارة الكويت في إيطاليا. للحديث أكثر عن هذا المعرض يسعدنا أن نرحب بالدكتورة ريهام الرغيب، فنانة تشكيلية، ولكن بعد هذا التقرير بيكون هذا الحديث الجميل. في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه سفارة دولة الكويت لدى إيطاليا، أقيم معرض فنانات الكويت وذلك بمدينة فلورنس الإيطالية. الأعمال المعروضة في هذا المعرض عبرت عن ملامح من واقع المرأة والحياة الثقافية في الكويت، ما لاقى إعجابا لدى الجمهور الذي استمتع بالهوية الثقافية لدولة الكويت. وبفضل مبادرة سفارة الكويت لدى إيطاليا، فإن هذا المعرض قدم صورة مشرقة للفنون العالمية تؤكد مواكبة الفنان الكويتي للحركة الفنية العالمية. حياك الله دكتورة، صباح الله الخير معنا. صباح النور، الله يحييكم، مشكورين على الاستضافة. يا هلا. دكتورة، خلينا نتكلم عن المعارض. يعني أنت قلتي كذا معرض أقيم، من ضمنها معرض فلورنسا، كم معرض؟ احنا صراحة أول شيء سوينا معرض، احنا ثلاث معارض سويناها إن شاء الله الحمد لله في إيطاليا. أول معرض كان في روما في أكاديمية الفنون المصرية العريقة. فنون اللي المصرية؟ اي اللي أسسها نجيب محفوظ وطه حسين، لها تاريخ في روما. حلو. فعرضنا أول شيء في روما بحضور طبعا دبلوماسيين والأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويعني كانت ردود الأفعال الحمد لله جدا حلوة. بعدين عرضنا في فلورنس، معرضين في فلورنس. حلو. وأعتقد أن في مكان جدا شهير. أي. المكان الثالث هي المحطة الثالثة والأخيرة، وكان ختامها مسك صراحة، اللي هو المعرض اللي سويناه في فلورنس البلازيا فيتشو. هذا طبعا السكوير اللي فيه الساعة. صحيح. مكان وايد فخم، وأصلا العرض كان ضيف شرف، احنا كنا ضيف شرف جائزة أدبية. يعني شيء وايد كان مرتب، وجودكم انتوا الشرف لهذا ايضا المكان بوجود فنانات كويتيات رائعات وصلوا لهذا المكان وهذا التشريف. خلينا نقول من هو الفنانات اللي كانوا معك دكتوره ريهام؟ زميلاتي صراحه كانت تجربه وايد حلوه. زميلاتي الفنانه شيماء اشكناني. حلو. والفنانه فتوح شمو، الفنانه منال شريعان. حلو. فاحنا كنا اربعه وكل واحده لها مدرسه اصلا في بس كان كنا مشتركين ان نطلع الكويت، لأن حتى الشيخ أول ما يعني كان في توصيات من السفارة ومن الشيخ علي الصباح، جزاه الله ألف خير على كل الجهود. سفير الكويت لدى إيطاليا. يعني ما أعرف شنو أقدر أقول، لأن كل شيء كان مرتب، حتى الأماكن اللي عرضنا فيها لها قيمة كثير، يعني كثير أضافت لنا. يعني كل شيء كان رسمي، كل شيء كان كما ينبغي أن يكون، وهذا يعني فضل الله ثم جهود الشيخ علي الصباح سفيرنا بالإيطالية. صبح عليه بالخير. نعم. صبح على بالخير، وما هي غريبة على سعادة السفير. دكتورة، أقيم المعرض في قاعة فريسكو الشهيرة بقصر ديل بيغاسو. أي هذا ثاني معرض سوينا، اللي هي جمعية الصداقة الإيطالية الكويتية. خلنا نتحدث عن المكان وسبب اختياره لإقامة هذا المعرض. هذا هو اللي معانا بالشاشة. هذا ثالث معرض. هذا اللي بالقصر الشهير، هذا اللي يعني المشاركة هذه عالمية وحصلنا عليها بعد شهادات أنا وزميلاتي. ورفعنا اسم الكويت بفنها وبثقافتها، وخاصة المرأة الفنانة التشكيلية. هذا شيء وايد مهم أن نوصل هالمكان بأعمالنا الإبداعية بجديتنا أنا وزميلاتي.
فالحمد لله هذا شرف حلو يعني لنا. أكيد بلا شك دكتورة ريهام، يمكن اللوحات اللي شاركتوا فيها، خلينا نتكلم عن الموضوعات اللي تطرقتوا لها من خلال لوحاتكم اللي قدمتوها، خاصة أن كل ريشة لها نغم خاص بالنسبة لكم. شوفي بالنسبة لي أنا كفنانة سويت شيء جديد، خليت اللوحة تتكلم. حلو. شلون يعني النماذج اللي خدتها، خذيت أبوريت شهر العسل، تركية ويا تركية، عودة المهنة، عايشة المرطة. يعني الكويت. اي الكويت، كنت ابي ابين الكويتي ساوند. اوكي، فكل لوحه كنت رسمت بطريقه معينه. حلو. زين، وحطيت لها باركود، تخيلي بس تمشين بتليفونك من غير ابلكيشن، من غير ولا شيء، بس تبطين الكاميرا تاخذين الباركود يدخلك على يوتيوب، كل لوحه لها صوت. فحطيت خالد الملا صوت بدوي. كنت ابي ابين الاكسنت. وصدقوني يعني مع ان الايطاليين ما يفهمون عربي وكويتي، بس الاحساس وصلهم حيل. الموسيقى او اللغه بروحها بحد ذاتها لغه. اي والصوت بعد، الصوت يعني فلسفه الصوت، انا مؤمنه حيل بالصوت. فالميرج هذا بين الصوت وبين الفن التشكيلي، هذه يعني جديد كان. اي كان جديد وحلو، يعني الحمد لله يعني كان في ردود افعال حيل حلوه الاعمال والمعرض. جميل. السفاره انت قلتي لي ما شاء الله ما قصروا، عسى الله يعطيهم الصحه والعافيه، وعلى راسهم السفير. نعم. شنو اللي كان في ادوار اخرى للسفاره؟ انا المقصد من السؤال والتركيز عليه انه مبين للجميع شنو اللي قاعده تسويه سفارات الكويت في الخارج. إيه إيه. لمثل الشخصيات اللي مثلكم تطلع تمثل دوله الكويت. صحيح. بالنسبه لنا صراحه احنا كفنانات تشكيليات، الفن التشكيلي وفنانات، هذه بالنسبه لنا يعني لو اتوقع لو مو سعاده السفير مؤمن بالثقافه وكذي ما سوى هذا كله. صحيح. يعني خاصه المشاركه وايد ضخمه، يعني تكلمون عن 3 معارض. انا شفت في حضور، وبالتالي الحضور هذا في دور كبير لجهه معينه. نعم. وجهت هذه الدعوات. إيه هذا هو صراحة، السفارة ما قصروا يعني بوايد ديتيلز، كانوا كثر ما يقدرون يعني نغطي، تعرفين يعني معرض وفي أشياء ناقصة. والتواصل مع الجهات نفسها. إيه والله يعني، وهم في كان في تواضع وتقدير يعني صراحة يعني لنا كبير يعني من السفارة. وطبعا ما قصروا الخطوط الجوية الكويتية، مشكورين حيل. يعني تكفلوا بنقل أعمالنا لوحات من الكويت. حلو. لإيطاليا. الخطوط الجوية الكويتية. إيه نعم. إيه كان نعم. لها دور في مع لأن نبي نذكر وده في جهات معينة. هذا كتير السفارة الآن الجهة الخطوط الجوية الكويتية شو. نعم. اللي عملوا؟ تكفلوا في نقل أعمالنا من الكويت لإيطاليا، وتخيل هذه أعمال يعني مو جنطة وأقراض، لا يعني لها برستيج معين وطريقة شحن معينة وكمية كبيرة وجمارك ولوي، فهم يعني مشكورين حيل. شكرا للخطوط الجوية الكويتية، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. أكيد. لا شك. هذه بعد صور من المعرض. هذه اللوحة اللي ماسك عود طبعا، هذه اللي حطيت عليها صوت عوض الدوخي. حلو. هو يقول يا حبيبي، والباك جراوند مع العود، يعني الجو كان وايد حلو. جو جسدتي واقع الكويت من خلال نجوم أعلام الكويت، خلال لوحات أسماء من خلال الفيلم الكويتي، يعني وكل البري والبحري بطريقة جدا جميلة ورائعة. هذا الشيء يعني صار في شغف أتوقع من الزوار لهذه المعارض، سواء كانوا برلمانيين، سياسيين، مثقفين، أدباء. شو لاحظتوا تفاعلهم معاكم، دهشتهم وهم يسمعون ويشوفون؟ إيه هو هذا المهم، إن إحنا المشاركة الأعمال نبيها تبين إن هذه فنانة كويتية اللي مسوية اللوحة، هذا شيء وايد كان مهم. فعلا. إن نترك بصمة، يعني إن إحنا مؤمنين إن عندنا كلتشر، عندنا وايد أشياء وايد ريتش وايد حلوة، ممكن إحنا ننقلها ناخذها، يعني عندنا مفردات إبداعية. صحيح. حتى لو ما نكون مثلا على الطريقة الكلاسيكية، يعني مو شرط مثلا نرسم مثلا دلة أو شيء عشان نبين يعني، لا بس إحنا شو مثلا خذيت رموز، مثلا الفنانة شيماء أشكناني خذت الرمان، البخور، العود، يعني هذه التفاصيل طقوس.
الشخص الكويتي. إيه بينت بال بال بالارت وورك بينت يقول لا هذه فنانة عربية اللي راسمها هذه اللوحة. وهذا أتوقع أهم شيء بالعمل التشكيلي، إنه يبين هوية الفنان، ما تحسوا إنه لا والله هذا الفنان مثلا أوروبي أو غربي، لا حطينا الدشداشة، حطينا الحجاب، الشيلة، حطت بعد هذه توب توب يا بحر، يا بحر لما تقول يبهم شيء وهي مبطلة إيدها ولابسة الحجاب، فإتس أميزنج يعني طبعا. حسوا بالكلتشر هذا وايد حبوه، وايد كانوا يدققون على فلسفة اللوحة، شنو رسالتنا احنا، شنو قاعد نرسم. أسئلتهم كانت وايد دقيقة، وندل أن إيطاليا صراحة هي يعني ما شاء الله بالفنون، بالفن صحيح. التشكيلي توني يعني. كنت أقول لك دكتورة ريام يعني إيطاليا مصدرة لمثل هذه الفنون بالذات، فلما تكون الآن مستوردة لفنانين وليس يعني دول أو مجتمعات يعتقدون في أذهانهم أنها بدائية في مثل هذه الفنون. أي صراحة يعني للأسف والله هذا كلمة وايد مهمة قلتها صح، احنا يعني كان يعني يستقربون ان احنا كويتيات وشي يعني وعرب ومن الخليج العربي من الجزيرة العربية، في ناس عبالهم يعني بس نقول لهم احنا كويتيين بترول بترول، لا نقول لهم احنا more than this، احنا culture، احنا ثقافة يعني اي والله يعني حتى زميلاتي ما شاء الله كل واحدة لها سي في ما شاء الله يعني تبارك الرحمن اللي ماخذة جوائز واللي يعني مشاركة كانت جادة، فهذا اللي كنا نبي نوصله، كنا نبي نوصل ان احنا مو لمت، ان احنا مو صحراء، في ناس عبالهم للحين صحيح وجمل وكذي والله ما يعني ما عندهم انتو يعني انتم غيرتوا هذا الفكر وغيرتوا هذا النمط بالانجاز اللي انتم سويتوه بالمستوى الراقي المشرف اللي كنتوا فيه. نعم. دكتوره ريهام دكتوره ريهام اللي عارفه مو بس انت فنانه تشكيليه، اسم الله يعني مخرجه كذلك، عندك اعمال جدا جميله وقابلناك اذكر مره بخصوص فيلم وكذي، نبي نعرف شنو جديدك، شنو بهالمجال خاصه انك شغوفه فيه وعارف ايش تحبين، يعني مزجتي الفن التشكيلي بالأفلام بالتصوير، يعني أحس عندك فيجن وايد حلوة ورؤيتك وايد حلوة. عندي مشروع وايد حلو اسمه لون الشوارع. لون الشوارع على طريقة الطب اللوني. الطب اللوني طبعا اختراعي، طبعا قابلتني في قبل 3 سنين تذكر صباح الخير يا كويت، كانت حلقة جدا مميزة جدا. فالحين عندي مشروع اسمه لون الشوارع، راح يكون ان شاء الله بمركز عبد العزيز حسين الثقافي، راح يعرض ندعو الناس يجون يلونون معنا شوارع الكويت الحبيبة، ونسوي ريسايكل حق مكان نفس هذا بمشرف. للأسف يعني شوي يعني مهمل وما حد قاعد يجيله، وفي رسومات غير لائقة على الجدار. فصراحة كان لي جهود بالصحافة من سنة ونص أتكلم لون الشوارع لون الشوارع، تحسن الحالة الشعورية، تخيل الواحد مار يشوف الشوارع ملونة مو بس يعني الشارع الأرض حتى الحوايط نفسها، فتخيلي شنو تستانسي لما تمشين تشوفين ألوان تسوي لك بهجة بالشارع، تسوي لك شيء. فهذا المشروع الحمد لله أوريدي أنا افتتحته الأسبوع اللي فات، مشكورين كل المجلس الوطني، دكتور بدر الدويش، الأستاذ مشعل الخلف، والأمين العام، ومشكورين جمعية مشرف على رعايتهم الكريمة، وإن شاء الله بس يخلصون امتحانات يخلوا كل الكويت إن شاء الله تيجي يعني راح يكون في جدول معين، راح يكون في رعاية معينة، وراح يكون في مثلا منطقة تجريبية اللي هي مشرف ويشوفونها أهل الكويت والمجتمع الكويتي بشكل عام، وممكن تعمم على كل المناطق. إيه لا إحنا نبيهم يعني يلونون معانا. أنا أخذت الموافقات من المسؤولين، كثير كانوا متعاونين صراحة، المجلس الوطني وجمعية مشرف وايد وايد يعني دعموا المشروع، لأن فعلا الناس اللي قاعد تكتب وتشوه طوف المدارس والمحولات بأشياء يعني للأسف الكويت اليوم غير. احنا الكويت المفروض احنا نكون احلى شيء واحلى دوله، فما بالك فما بالك مركز ثقافي بمشرف. والله ما شاء الله يا دكتوره إيه جايه من ايطاليا، يعني احس انها فريش تبي تنقل مثل هذه التجارب عندنا. شيء جميل، شيء جميل يعني نتمنى من المجلس الوطني يعني التبني العملي اكثر لهذه الفكره، وايضا الدعم المادي الجاد حق هذه المشاريع كثير مهم صراحه، لان مشروع نفس هذا لازم يترتب بطريقة يعني خاصة ضخامة المشروع. صادقة. يعني تكلم عن المبنى اللي لازق بالضبط صوب جمعية مشرف، المساحة كبيرة. وبضيف لك شغلة بعد،
المجتمع الكويتي أنا أعتقد أنه راح يكون في تحدي في مثل هذا الأمر، بحيث أن احنا نكون سباقين وأصحاب الخطوة الأولى في المنطقة ككل إقليميا عربيا خليجيا في تبني مثل هذه الفكرة اللي قالتها الدكتورة ريهام، لونه الشوارع. اي وبعدين هم انا كان ودي حتى بشكل المبنى من برا تخيلوا نضيف عليه كذي حديد، شفتوا الجمل كذي جمال كذي بس رقبه كذي طالعه مبنى يم المبنى، فاتس لايك شيء عجيب راح يطلع، بس ان شاء الله يا رب نحصل دعم عجيبة. مادي زين نقدر نطبق هذا يعني، لان هذا يحتاج مبنى وحديد امور هذه، وهذه دعوه حق كل اللي يتابع برنامج صباح الخير يلون معانا ان شاء الله، وراح نعلن ان شاء الله قريبا في اكاونت المجلس عن التطوع اللي هو التلوين اكيد، والكل راح يشارك اكيد راح يستمتع في هذه العمليه اكيد، راح يلون معاكم الشوارع، ونتمنى ان شاء الله نشوف الكويت دائما جميله ورائعه ورسمه كذي نمشي ونطالع رسمه اي وكل مكان فن تشكيلي حتى بالشارع اتس فيري نايس لما تمشين تشوفين الشارع جميل لان احنا انسان متحضر المفروض نشوف الكويت وايد حلوة جميلة كلها فن تشكيلي حتى من برا حتى بالشوارع ليش لا يعني، بس أنا آسف قبل الله نختم هذا ليش لا يعني، هذه دعوة أيضا للمؤسسات والقطاع الخاص أنه مثل هذه الرسومات يكتب تحتها تحت يعني برعاية أو شو تسمون سبونسر الراعي صراحة إيه والله لأن الراعي مثل هذه ما أعتقد أنها راح تكون كلفة، بالإضافة أن أنت قاعد تسوي وتسوق لمنتجك أو شركتك مو مكلف، ما أعتقد أنها راح تكلف صح؟ إيه ما تكلف، بس يعني هم إحنا نتمنى صراحة نتكلم صراحة شوي المسؤولين يتعاونون مع الأشياء الجديدة خاصة بالمجال الفني، وايد قاعدة أتكلم إلى الآن ما في جهة تدعم الأبحاث الفنية البحث العلمي اللي علاقة بالفن، علم الصوت، علم الفن التشكيلي، العلاج بالفن، هذه الأمور جدا مهمة المفروض الدولة تدعمها عشان يصير في إنتاجية، يصير في يعني الكويت تتطور أكثر بإذن الله إن شاء الله في فيلتشا يكون عندنا مركز طب اللوني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أكيد. كل الشكر أحبتنا للدكتورة ريهام الرغيب الفنانة التشكيلية، شكرا لك. مشكورين وشكرا على الاستضافة ودائما متألقين ومميزين، مشكورين حياك الله والساعة المباركة، بنروح معاكم إلى